متابعينا الأعزاء، مساء الخير. أبى أكلمكم أو أكمل لكم موضوع الولادة الطبيعية بعد القيصرية. زي ما قلنا لكم أتكلمنا عن الخطورة المرة الماضية، أو الأشياء اللي الريسك اللي الواحدة لازم تعرفه قبل ما تقدم على هذه الخطوة. لازم تعرفوا أنه حتى لو هي قررت ده شيء، في شروط لازم تتوفر. يعني مثلا لازم ما تتعدى 40 أسبوع في الحمل. ما نقدر نعمل لها طلق صناعي، نقدر نقوي الطلق لو كان عندها، لكن ما نبدأ. ومع أنه في برضو اختلاف أنه ممكن نعطيها طلق عن طريق الوريد، لكن ما نعطيها عن طريق التحاميل. لازم تأخذ إبرة الظهر، أو ما تسمى بإبرة الظهر، على أساس لو احتاجت تعمل قيصرية في أي وقت. ولازم تعرف أنه أي تغييرات في نبض الجنين، التغييرات اللي إحنا بالعادة ما نأخذ عليها أكشن وما نولدها قيصري على طول، لكن في حالة اللي بتولد طبيعي بعد القيصر وحصل أي تغييرات من نزول لنبض الجنين، هذا على طول بتتحول لقيصرية. ولازم تولد في مستشفى قادر على إجراء عملية قيصرية في مدة سريعة.